ما هو أكثر اللاعبين حصولاً على بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى عام 2020؟ من هو أكثر اللاعبين حصولاً على بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى عام 2020؟ مين؟ وائل جمعة. وائل جمعة 6 مرات. إجابة صحيحة. برافو عليك يا محمود، برافو عليك. 2001 و2005 و2006 2008 2012 و2013 الصخرة وائل جمعة. طب حسام عاشور كم مرة؟ 5. 5 مرات. سؤال في التكنولوجيا.